فالشفاعة حق، الشفاعة عند الله حق بهذين الشرطين، وهي الشفاعة المثبتة. وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة في الكفار، أو الشفاعة التي تكون بغير إذن الله، هذه هي المنفية. الشفاعة شفاعتان كما قال العلماء، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية في القرآن. ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يمكن يجيك واحد ويقول الشفاعة ما تقبل بدليل هاتين الآيتين، فتقول هناك آيات تدل على قبول الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شرطين، أن يأذن هذا واحد، يرضى هذا اثنين. هذه شفاعة مثبتة بشرطين، فليست كل الشفاعة مثبتة وليست كلها منفية، لا بد من التفصيل على حسب ما جاء في الأدلة. والقرآن لا يضرب بعضه ببعض، وإنما يجمع بين الآيات ويوفق بين الآيات، فسر بعضها ببعض ويقيد بعضها ببعض. هذه طريقة الراسخين في العلم، لا يؤخذ طرف وقال الشفاعة ثابتة لكل أحد، مثل ما عليه القبوريون والمشركون من قبل، يقولون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يطلبون الشفاعة وهم يشركون بالله. هذه شفاعة باطلة منفية. وهناك من ينكر الشفاعة مطلقا كالمعتزلة والخوارج، فأهل السنة وسط في هذا الباب، وقالوا الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فنحن لا ننكر الشفاعة مطلقا ولا نثبتها مطلقا، لا بد من التفصيل جمعا بين الآيات في هذا الباب. هذا هو الفقه في دين الله عز وجل. نعم، وهذه طريقة الراسخين في العلم. نعم.